رسالة رحمة جايين بيها مع مؤسسة سقيا الماء هنا في مطروح، يعني رسالة من رب الأرض والسماء. ربنا استخدمنا، وأنا عاوز أقول إن ربنا بيستخدمنا لإدخال السرور على قلوب الخلق ولإدخال السعادة على قلوب الخلق. إن ربنا يجعلك سبب إن إنسان يشرب نقطة مية نظيفة، والله العظيم أجر كبير وخير عظيم لا يعادله شيء، وسعادة لا تعدلها سعادة. وأعظم شيء يعني قد ينعم الله عز وجل به عليك إنك تبقى سبب في تخفيف المعاناة عن إنسان أو رفع الهم والحزن عن إنسان. وإحنا شعرنا في مؤسسة سقيا الماء فإذا فرغت فانصب، بنخلص بير نخش على البير التاني، نخلص محطة نخش على اللي بعدها. لا هدوء ولا يعني كلل في عمل الخير في مؤسسة سقيا الماء. وأنا عاوز أبشر كل اللي بيشارك معانا في الأعمال دي، أنتم يا شركاء النجاح معنا في مؤسسة سقيا الماء، يا من تساهمون وتتبرعون معنا، إحنا هنا النهاردة سبب في سعادة الخلق بفضل الله ثم بفضلكم، بفضل الله ثم بفضل تبرعاتكم، بفضل الله ثم بفضل مساهماتكم. عاوز أبشركم ببشرى سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيها: ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. فيا مسلمون، من يشتري الرحيق المختوم في الجنة ببئر في الدنيا؟ يا مسلمون، من يشتري الرحيق المختوم في الجنة ببئر في الدنيا؟ والحقيقة أنا حاجة فرحتني وأدخلت على قلب السرور أول ما جيت عند البير ده، وأنا عاوز أفرحكم معايا. اتفضلي يا حاج صباح. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يديلك الصحة. والله الله يجازيكم بخير. الله يكرمك. والله يخلي لكم أولادكم، والله يكفيكم شر المرض. اللهم أمين. عاوز حضرتك تبص للكاميرا عشان الناس تشوف حضرتك. ماشي. أنا حبيت أفرحكم معايا لأن الست الجميلة دي اللي زي والدتي فرحتني، والله العظيم فرحتني. الله يخليك. إن بفضل الله عز وجل تبرعات حضراتكم بتوصل لمكانها الصحيح وبتوصل لمستحقيها. لأن بعض الناس بتسألنا: هو فعلا في ناس محتاجة الآبار دي؟ هو فعلا في أماكن محتاجة آبار بجد؟ أنا عاوزكم تسمعوا بنفسكم من الحاجة صباح، هي قالت لي إيه أول ما جيت هنا. اتفضلي يا حاجة صباح. الله يجازيكم بخير، والله يكفيكم شر المرض، والله يديكم رزق من عند ربنا. أنت قلتي لي كنت بتجيب المية منين يا حاجة صباح؟ بنجيبها أهو البير على دماغي. اشتلي على دماغي. بنشيل على دماغي من البير ده. وربنا يجازيكم بخير كمان وكمان. الله يكرمك. الحاجة صباح بتقول لي عندها السكر، وكانت بتروح تملى المية من بعيد وتشتال على راسها، وهي ست كبيرة مسنة وعندها السكر ومريضة. دلوقتي بفضل الله عز وجل، الله يجزاك، ثم بفضل مساهماتكم معنا في مؤسسة سقيا الماء، نحن بفضل رب العالمين النهاردة بنوصل المية لغاية جوه البيت بفضل الله عز وجل بشكل آدمي. وربنا بيقول لنا: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. حضرتك متخيل لما ربنا يجعلك سبب في ان بني آدم يعني ياخد المية وتوصل له المية بعزة بدون تعب وبدون مجهود وبدون ما يمشي مشوار. أمنا الكريمة الست الكبيرة في السن اللي بتقول عندي السكر وكنت بشتال على راسي، النهاردة بتقول لكل متبرع معانا في سقيا الماء، بتقول له: جزاك الله خيرا. وانا عاوز أوري حضراتكم المراحل بفضل الله عز وجل اللي عدت بيها مؤسسة سقيا الماء. أول مرحلة بفضل الله عز وجل، وتعالوا أوري حضراتكم معانا كانت إيه المرحلة. عاوز اوري حضراتكم معانا بفضل الله عز وجل مراحل التطور في مؤسسة سقيا الماء. دي اول مرحلة بفضل الله عز وجل ابتدينا بيها، بير وبتملى منه المية وبتطلع منه المية بدلو. شفنا ان دي طريقة ربما تكون متعبة للبعض، لسيما امهاتنا الكبار. فربنا بفضل الله عز وجل وفق مؤسسة سقيا الماء لفكرة جميلة جدا، الا وهي المرحلة الثانية من مراحل الآبار في مؤسسة سقيا الماء بفضل رب الأرض والسماء. المرحلة الثانية بفضل الله عز وجل بير وفي حنفيات، خلاص بفضل الله عز وجل مضخات من تحت بتوصل المية
وبفضل الله عز وجل تفتح الحنفية تلاقي مية نظيفة وتشرب مية نظيفة بفضل رب العالمين، بدل ما تنزل الجردل وتملى من البير وتتعب الأمهات وهم بيطلعوا المية من تحت، بفضل الله تفتح الحنفية تلاقي مية نظيفة، مية جميلة بفضل الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. دي كانت المرحلة الثانية في مراحل تطور الأبار مع مؤسسة سقيا الماء، وربنا أكرمنا بمرحلة ثالثة بفضل الله عز وجل، وصلنا له المية من البير لغاية البيت بفضل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. وتعالوا معنا أوريكم المرحلة الثالثة بفضل رب العالمين، وصلت مية جوه البيت بفضل الله تعالى. بفضل الله دي المرحلة الثالثة اللي ربنا وفقنا وأكرمنا في مؤسسة سقيا الماء إن إحنا نوصلها بفضل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، إن بفضل الله حنفية مية جوه البيت جنب باب البيت بفضل الله عز وجل، بدل ما أهل البيت يطلعوا ويمشوا لغاية البير ويوصلوا لغاية البير عشان يملوا مية بفضل الله عز وجل، حنفية جنب البيت يملوا منها الحاجة بتاعتهم والجراكن بتاعتهم بفضل الله تعالى بفضل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. نعمة بسيطة حضرتك ممكن تكون مش حاسس بيها وبتفتح الحنفية عندك وتشرب المية بكل سهولة، في إنسان مش لاقي المية دي، فاوعى تحرم نفسك من الأجر ده، وشارك معانا في إدخال السرور على قلب إنسان وإدخال الفرح على قلب إنسان، وعاوزك تفتكر دايما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.